صباح الخير يا حماتي. تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة لبابا يا حبيبتي. عايزة حاجة؟ رايحة وسايباني لوحدي كده؟ يا حبيبتي يعني البيت بيتك، اعملي فيه اللي انت عايزاه يا حماتي، يعني انا هقول لك براحتك. ما انا عارفه انه البيت بيتي، وانا مستنياكي لما تقولي لي البيت بيتي وبتبني. تعالي عايزاكي في كلمتين. قولي. الله ما تقعدي يا حبيبتي، الكلام مش هينزل في رجلي، خلصيني عايزه انزل. طيب بقول لك اهو، ان ما شفتيش نفسك وجبتي لي عيل افرح بيه هجوزه. هجوزه والله لجوزه. خلصتي؟ حتى لو ما خلصتيش السلام بيت يا اختي. بنات الايام دي دول بيت ولا همها قطيعه. لا حمد الله، هو راح لامه. عايزه ايه بس يا امه؟ شايف؟ شايف ايه؟ شايف البنات وجمالهم؟ مش المعفنه بالتراجيه. اعمل فيك ايه بس يا امه؟ انت عارفه وانت ورانيا بترقصوا انا كانت الدمعه هتفر من عينيا، كنتش مصدق اللي انا شايفه. انتوا الاثنين كنتوا عاملين زي العصفورتين. كملي فرحتي بقى. رانيا مراتي وانا بحبها، فليه كل شويه بقى انت تحفري بنات 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 بنات؟ عصفوره وغراب. بقول لك ايه، البت دي لو ما مشيتش على العجين ما تلخبطوش واتعدلت وجابت لي عيل هجوزك وحمرمطها. عندك حق. ماشي انا رايح ارقص، عايزه مني حاجه؟ ارقص يا موكوس. شكرا شكرا يا ماما. روح يا حبيبي. ايه رايك كده حلو المليل ده؟ ميرسي يا ماما. اتفضلي اتفضلي. شوف الولا وهبله.